السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين الأوفياء، متابعين قناة أثاث الثقة. خوتنا اليوم راح تشوفوا معنا كامل لي صالون تاع محل أثاث الثقة الآن في هذا الفيديو. الله يبارك، كاين بليزيور موديل، تابعونا من البداية حتى النهاية تاع هذا الفيديو، راح تشوفوا بليزيور موديل. واش قال خليل؟ خويا مرحبا بكم، على السلامة. معك توجد معنا في أثاث الثقة. أثاث الثقة تشرفنا ونتشرفوا بكم إن شاء الله عندنا في محلات أثاث الثقة. الله يبارك، كالعادة الحمد لله. لي موديل أوصف لهم، خليهم يتنزهوا معنا، خليهم يتمتعوا معنا بيان سور مع محل أثاث الثقة. هاو لكم لو صالون موديل بيلوت دو كيما راكم تلاحظوا فيه الآن، في لا كولور بيجي كلير. ها لكم 3 بلاص تاعو، يو بلاص تاعو هاي لكم ثاني خاوتي، وهذه هي الدو بلاص تاعو ثاني. خدمة تاعو بزاف هايلة، مخدوم كابيتوني في لي كوتي تاعو. نروحو رابيد باسكو هاد لي صالون راهم معروفين عند محل أثاث الثقة، وراهو دخل جديد ثاني. خوتي السعر تاع هذا الصالون هو 16800، 16800 بيه أي طابل باص عجبتك في الحانوت. أرواح خير أي طابل باص تديها مع هذا لو صالون بسعر 16800. اسم تاعو هذا الصالون؟ بيلوت دو، هذه هي بيلوت دو. كاين خوتنا هذا الصالون اللي مخدوم ستيل فلور كما راكم تشوفوا فيه الان، فيه 6 بلاس 7 بلايس. شحال السعر تاعو هذا خليل؟ هذا راه 12 مليون و800 مع الطابله تاعو. الله يبارك، 12 مليون و800 باي طابل باص عجبتهم؟ اي طابل باص. الله يبارك، 12 و800 باي طابل باص عجبتكم؟ هذا الصالون راه داير حاله، راه طوندونس ما شاء الله. خاوتنا دي طرونت، هذه قاعده تاعو دي طرونت، لا فينيسيون تاعو قدامك حاجه ما شاء الله، حاجه في الخشيره. الله يبارك، الخشيره ما شاء الله. هذه هي خاوتنا، عندكم ثاني هذا لو صالون موديل ارك. الارك هذا خاوتنا راه في الجون وفيه بليزيور كولور، بالنسبه لي كولور وكاع كاينين، كاين كل خير. خاوتنا الارك هذا معروف، فيه 7 بلاص ثاني، فيه 7 بلاص. شوفوا كيفاش مخدوم لاكودوار تاعو، ميم لي كوتي تاعو مخدوم ستيل كابيتوني. السعر تاع هذا الصالون هو 13 مليون و800، 13 مليون و800 ب 13 و800. تحبوا خاوتنا تدو مع طابل باص يجيكم 14 و800، تدو مع اي طابل باص تزيد مليون بار. نزيدوا خاوتنا كاين دوتر موديل، هاو ليكم لو بيلوت ان، صالون موديل بيلوت ان. تفضلوا خاوتي، هذا الصالون ثاني في 7 بلاص، طري بيان فيني، خدمته بيان فيني. راح تقولوا لي خاوتي واش هو البيلوت 1 والبيلوت 2؟ البيلوت 1 خير بزاف من البيلوت 2 في الخدمه تاعو، مثلا ميم فلا فينيسيون 1 راهو بلو فيني على على 2، هذه حاجه معروفه. خاوتنا السعر تاعو هو 16 مليون و800، 16 مليون و800 وحده بلا لاطابل باس، مخدوم بلا دي 30، لا كاركاس تاعو اون بوا روج، لي بي تاعو في الاتر كيما هنا خاوتي، هذا راه في الاتر ما راهوش فلامي. دوك نشوفوه بدوتر كولور اللي تصيبوا لي بي تاعو فلامي ثاني. هاكا خاوتنا نزيدو نروحو خاوتنا نشوفو ان اوتر صالون. تفضلوا خاوتي هاوليكم ان اوتر صالون. كاين هذا خاوتي البيلوت، ميرسي بوكو ميسي عبيده. هاوليكم خاوتي هذايا البيلوت في هذا لا كولور، كنتو شفتوه معنا في لو صالون موديل انيق، راهو خدمناه ثاني في البيلوت كيما راكم تشوفوا فيه. كالعادة بيلوت 1 هذا مخدوم بدي 30، شوفوا البي تاعو كيفاش جاي فلامي. تفضلوا خاوتي البي تاعو كيفاش جاي فلامي. السعر تاعو هو 16 مليون و800، 16 مليون و800، 16 و800 البيلوت 1 في كامل لي كولور. نروحوا ثاني لهذا الموديل ثاني، عندكم هذا الموديل ثاني راهو طوندونس او داير حالة، جاي غونفلي ما شاء الله. شوفوا الانفلاس تاعو شحال شابة، توجور خدمة ستيل كابيتوني وستيل تيرك. السعر تاعو هو 16 مليون و800، 16 مليون و800 هذا الصالون. وسهل نساعدوكم في البري تاعو، ونساعدوكم في النقل تاعو، أي حاجة رانا هنا خاوتنا. أثاث الثقة الله يبارك، راهي معروفة على 48 ولاية. نزيدو خاوتي عندكم أن أوتر صالون اللي هو لو إل بيلوت. هاوليكم إل بيلوت، هذا راهو إل، هو شغل الأرك هو إل باش تعرفوا. هذا هو فلا كولور ميال، السعر تاعو هو 10 مليون و800، 10 ملايين و800، 10 ملايين و800. ونساعدو خاوتنا فيه ماشي مشكل. عندكم ثاني الأنيق 2، هذا الأنيق عاود ولا بشكل جديد. شوفوا الإنفلاس تاعو شحال شابة، هنا الشمس تقريبا أحسن، دخل بألوان جديدة وبشكل جديد. الأنيق 2 خاوتنا السعر تاعو هو 17 مليون و800، 16 مليون و800 كيما راكم تلاحظوا فيه، لي بي تاعو في الاتر
لي بيتاعو بزاف هايلين توجور اون بوا اتر والسعر 17,800,000 هكذا خاوتنا دوك نزيدو نطلعو الطابق الاول نزيدو نشوفو دوطر موديل تاع لي صالون مع بعض خاوتنا وحبابنا الان رانا في الطابق الاول راح نشوفو ثاني لي صالون واحد اخرين ورا معايا الان الاخ امين واش راك امين لاباس خويا عبد الرحمن مرحبا بالمتابعين تاعنا الله يحفظك رانا هنا باش نخدموكم وزورنا المحل وتابعونا في لاباج وما كاش مشكل الله يعطيك الخير خويا امين راه معايا الاخ امين علاش باسكو عندنا ميم دي كليك لاك راح تشوفوا معنا ما عندنا ان سول كليك لاك راح تشوفوا معنا وكاين في بليزير كولور الله يبارك حنا الحمد لله يا ربي خاوتنا نقدروا نحضروا لكم بزاف لي موديل تاع لي كليك لاك بصح نحضر لكم غير الحاجه اللي تكون عندنا فيها ثقه باسكو ماهوش ساهل باش تحضر ان كليك لاك اللي يصدق واللي فيه ثاني لو سيرفيس ابري فونت خاوتنا نبداو قبل ما نشوفوا كليك لاك تاعنا نبداو بهذا الموديل لو ال بومبي هذا لو صالون موديل ال بومبي خرج هايل في هذا لاكولور كنتو شفتوا معنا في الكلير في الفرونسي راه داير حاله هذا هو لو ال بومبي شوفوا لو كوتي تاعو واش مخدوم كابيتوني كوتي تاعو مخدوم كابيتوني هذا هو لو ستيل اللي راهو ناجح هذا اليامات ويبقى ناجح نظن علاش حاجه سامبل ومودرن او ميم طون السعر تاع هذا لو صالون هو 11,800,000 ونساعدو خاوتنا ماشي مشكل هذا الال كابيتوني نورمالمون هكذا ثاني ال انا شفتها في لا فيديو عندنا ثاني خاوتي عندنا لو صالون بيلوت 2 اللي كيما راكم تلاحظوا فيه في هذا اللون ما شاء الله واش نقول لكم ما شاء الله هذا اللون يعبر عن نفسه هذا اللون يقول لك ارواح المسني هذا اللون يقول لك ارواح شريني شوفوا الله يبارك خاوتنا خدمه بزاف متقونه لي بي توجور في الاتر شوفوا الخدمه كيفاش متقونه نقرب وما نخافش هذا هو لو بيلوت 2 الخدمه تاعو تاع الماطلة تاعو ثاني بزاف هايله السعر تاعو هو 16,800 16,800,000 بيه باي طاب الباص عجبتكم متوفر ثاني خالتي كيما راكم تلاحظوا بيلوت 2 في البيج كلير عفوا البيج فونسي هذا كما شفناه تحت في البيج كلير هذا راه هنا في البيج فونسي لي بي كالعاده في الاتر والقاعدة فيه جد مريحة خاوتنا السعر تاعه هو 16,800 بأي طاب الباص عجبتكم عندنا ثاني خاوتنا في هذا الـ L ثاني عندكم هذا الـ L فلاكولور غريز كيما راكم تلاحظوا فيه غري بال واش يقول هذا فلاكولور امين بلو فير قريب البلو فير كيما راكم تلاحظوا فيه فيه ثاني هذا البونكيت اللي هنايا صغيره تقدروا ديبلاسيوها بيان سور وفيه هذا الان بلاس هذا الصالون خاوتنا رانا هنا نساعدوكم فيه ماشي كاع مشكل هكذا حبابنا وعندكم هذا لو كليك لاك كيما راكم تلاحظوا فيه الان هذا راهو ال وكليك لاك مخدوم بلا ديترونت بالماطلا ديترونت خلوني نتقرب منه شويه خاوتي لي بي تاعو كالعاده في الاتر عندكم ثاني هذا الموتيف اللي هنا اللي بزاف هايل الخدمة تاعو بزاف متقونة حتى نقرب لكم الخياطة تاعو خاوتي سي فري التصميم لا حاجة مليحة ولكن الصحة ثاني راهي أهم وأهم خاوتنا نتقربوا دوك نفتحوا لو كليك لاك تاعنا مع بعض بارك الله فيك أمين هاو لكم لو كليك لاك دوك تشوفوا شحال يخرج واسعة ميم الميكانيزم تاعو هايل بزاف رحنا كليك لاك هو الاول ها عندكم لهنا لو كوفر فيه الكوفر لهنا هذا الكليك لاك ورينا دوكا كيفاش يولي اللي هكذا يولي سرير الله يبارك واسع ما شاء الله للتوضيح فقط هذا لو كوتي يفتح ثاني كوفر كليك لاك بالديترونت لهنايا وهذيك الجانب اللي ثاني تفتح ما كان نفتحوها المتابعين تاعنا راهم يعرفوا العقلية كما يقول لك هكذا خاوتنا السعر تاع هذا لو ال كليك لاك اللي فيه 3 متر على 3 متر باش تعرفوا لي ديمونسيون تاع دياركم السعر تاعو هو ب 14,800,000 14,800,000 ورانا هنا نساعدو خاوتنا ونفرحو خاوتنا وتستاهلوا كل الخير خاوتي الله يبارك دوكا نزيدو نطلعو الطابق الثاني مع بعض وراح نشوفو دوطر موديل تاع لي صالون اخ امين لو تساعدني ثاني فوق بارك الله فيك خويا امين نطلعوا دوكا للطابق الثاني باش كي تجوا المحل الاثاثي ثاني تعرفوا تطلعوا من هنايا راكم تصيبوا ثاني دوطر موديل
الله يبارك ما شاء الله. مرحبا بكم، ارواحهم على الى تواكم. اثاث الثقه كامل ترحب بكم. هاوليكم لو صالون موديل الانيق. هذا هو الصالون الانيق، انيق دو بيان سور. علاش؟ باسكو وقعوا فيه تغييرات. شوفوا في لا كولور غريز كيما راكم تشوفوا فيها الان، بزاف هايله. دي بي تاعو في الاتر حاجه طري سوليد، والقعده في الامبلاس تاعو واعره، قاعده هايله خوتنا. ارواحوا المحل اثاث ثقه وجربوها. يا عبد الرحمن يعني مخدوم ومام. طريبيان فيني. ايوا مام خوتي، لي جوتي تاعو فيهم جهه هكذايا تاع الريش وجهه بلا ريش، ما شاء الله. هذا الله يبارك خويا عبد الرحمن. هايل هايل ما شاء الله. فخامه. السعر تاعو هو 17 مليون و 17 مليون 800. نروحوا خوتي لو صالون المحبوب اللي هو لو بيلوت 1. شوفوا في لاكولور بيج دوري، هذه في لاكولور بيج دوري. شوفوا الخدمة تاعو شحال هايلة خوتنا. راح تقولوا لي ثاني كيما قلت لكم تحت في الريتشوسي، علاش البيلوت 1 السعر تاعو غالي والبيلوت 2 موان شير؟ علاش؟ تو سامبلومون لو بيلوت 1 راهو خدمته خير من البيلوت 2، هكذا حبابنا. بصح في زوج فيهم لا غارونتي، هكذا حبابنا. ميم لو بيلوت 2 ثاني مخدوم مليح. تفضلوا خاوتنا، هاوليكم دو بلاص تاعو. هذه دو بلاص تاعو، تروا بلاص تاعو والان بلاص تاعو معروف غني عن التعريف. وشوفوا لي بي تاعو شحال شابين. تفضلوا شوفوا لي بي في الاتر فلامي، تقدر تماريه مع اي طابله بكل سهوله. هاوليكم ثاني ان اوتر صالون لو ال شيسترفيلد. ناس عام بنيان جاو لينا اليوم وحبوه بزاف هذا الصالون، قدم لهم تحيه. هاوليكم لو ال شيسترفيلد، ومتوفر في عده الوان وفي هذا لا كولور غريس، يعني خرج بزاف شباب. ميم خوتنا لا طابل باس تاعو، هذا لو بوف تاعو كامل مخدومين خوتنا بلو سوكل بالاتر. ميم هذا لو موتيف اللي راهو هنايا خوتنا راهو اون بوا اتر خوتنا. السعر تاع هذا لو موديل هو بسعر 14 مليون و 800 بيه بالطابل باس والبوف، ب 14 و 800 بيه بالطابل باس والبوف. ونقدموا تحيه كبيره للناس سوق هراس اللي ثاني راهم يزورونا، الله يبارك، نقدموا لهم تحيه كبيره. عندكم ثاني خوتي هذا لو صالون اللي فيه سي بلاس موديل هارلي كما راكم تشوفوا فيه الان، هذا صح فخامه. علاش خوتي؟ لا كاركاس تاعو الداخل راهي اون بوا روج، الماطله تاعو بالاش اير، لي بي تاعو راهم اون بوا اتر. ميم خوتنا عندكم هذا لو موتيف اللي راهو هنايا راهو بالاتر، هذا الموتيف هذا راهو بالاتر. تفضلوا خوتي. وعندكم ثاني الظهر تاعو مخدوم بلا ديترونت، اللي راح يقول لي واشني هي لا ديترونت، واشني هي الاش اير، واشني هي دي 25، هي الكثافه تاع الماطله خوتنا. دي 25 ما تجي مورا دي 30، ما عندك الاش اير، اش اير خير من دي 30 هكذا حبابنا. شوفوا في لي كوتي تاعو كيفاش مخدوم كابيتون، هنا راهو بسيميلي كوير كيما راكم تشوفوا خوتي. السعر تاع هذا لو صالون هو 18 مليون و 800، 18 مليون و 800. والمتابعين تاعنا 17 مليون و 800 ونساعدوكم ماشي مشكل كاع. شوفوا لي في تاعو شحال شابين في الان بلاس خوتي. حبيت نختم بهذا لو صالون اللي بزاف هايل. نشكركم متابعينا الاوفياء على متابعه هذا الفيديو الخاص بلي صالون تاع محل اثاث الثقه اللي كان رائع والله يبارك. عرضت لكم لو ماكسيموم تاع لي صالون، مازال كاين دوطو صالون ما شفناهمش. نشكركم على متابعه هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.